في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي أن تقويم تعلمات الوحدة الأولى ودعمها وتوليفها، هذا عندنا في الصفحة 24 و25. إذا التقويم في الصفحة 24 عندنا هو هذا، ديال هذه الوحدة الأولى. السؤال الأول: أكتب كل عدد كتابة مختصرة بالأرقام كما في الأمثلة. نلاحظ هذا المثال الأول أن عدد الصفائح 4، إذا المئات 4، القضبان 6، إذن العشرات 6، القضبان هما العشرات، الوحدات عند 1، إذن أكتب 1، العدد 461. المثال الثاني: صفائح 3، أكتب 3، المئات 3، إذن القضبان 0، ما عندناش العشرات، والوحدات 2، أكتب 2، العدد هو 302. المثال الثالث أن صفائح 2، إذن المئات 2، القضبان 4، إذن العشرات 4، الوحدات 0، أكتب 0، إذن ما عندناش وحدات، العدد هو 240. نأتي إلى المثال: 300 + 40 + 9، هو 349. 100 + 60 + 3، 100 + 60 160 + 3 163. أكتب 103 في الوحدات، 6 في العشرات. 700 + 90 + 9، إذن 107، الوحدات 9، العشرات 9 أيضا، هي 90، إذا العدد 799. 707، 700 الوحدات 7، العشرات 0. 880، 8 + 8 = 8 / 18، الوحدات 0، 880. 295، إذن 295، العشرات 9، الوحدات 5. J'effectue chaque opération. Onjiz kulla amaliya. 36 fois 3. 6 multiplié par 3 ou bien 3 multiplié par 6 égale 18. J'écris 8. Je retiens 1. 3 multiplié par 3, 9 plus 1, 10. J'écris 10. Dan Oid. Telata fi sita tamaniyat achar. Aktubu tamaniya ahtafid bi wahid. Telata fi telata tisa wa wahid achar. 215 multiplié par 4. 4 fois 5. 20. J'écris 0, je retiens
2. 4 fois 1, 4, plus 2, égale 6. 4 fois 2, égale 8. Donc 860. ثمانمائة وستون. إذن أعيد أربعة في خمسة عشرون، أكتب صفر أحتفظ باثنان. أربعة في واحد أربعة، واثنان ستة. أربعة في اثنان ثمانية. 83 multiplié par 7. 7 fois 3, 21. J'écris 1, je retiens 2. 7 fois 8, 56. Plus 2, 58. J'écris 58. 46 multiplié par 5. 5 fois 6 égale 30. J'écris 0. Je retiens 3. 5 fois 4, 20. Plus 3, 23. إذن خمسة في ستة، 30. أكتب صفر أحتفظ بثلاثة. خمسة في أربعة عشرون زائد ثلاثة، 23. 57 multiplié par 6. 6 fois 7 égale 42. J'écris 2. Je retiens 4. 6 fois 5, 30, plus 4, 34. 342. إذن 47، أكتب 2 أحتفظ بأربعة. 6 في 5، 30 زائد 4، 34. Troisième question. Voilà, troisième question. Zineb dispose de 12 pommes. Elle a mangé quelques-unes et il reste 9 pommes. Quelle est l'écriture qui décrit ce qui s'est passé? Hadi kent عندكم السنة الفائتة، السنة اللي فات كانت بالعربية، كانت على هذا الشكل. كان لدى زينب 12 تفاحة، هي المعنى ديالها زينب ديسبوز دو 12 بام. أكلت بعض التفاحات، إلا مانجي كيلكوزون، وبقي لديها 9 تفاحات، إيل غاس 9 بام. ما هي الكتابة التي تعبر عما جرى؟ كيل ليكريتور، ليكريتور هي العبارة، الكتابة. كي ديكري سو كي سي باسي. هنا عندنا السؤال ألون بطاقة الكتابة المناسبة. عندي أولا 12 زائد 9، لا غلط، 9 تساوي 12 زائد، لا غلط، إذن هذه العبارة غلط، ما يمكنش تكون 12 نزيد عدد آخر تعطيني 9، 12 ناقص عدد تساوي 9، هذه صحيحة، هذه، إذن ألون هذه البطاقة، العدد عندي هنا 12 ناقص عدد، هذا العدد هو 3. ناقص 3 تساوي 9. هذه الكتابة الأخيرة 9 ناقص عدد تساوي 12، غلط أيضا. الصفحة التالية، السؤال الرابع.
شارك طارق وهند في لعبة يتوفر كل منهما البطائق التالية 1 2 3 4. يفوز من يتمكن من الحصول على أكبر مجموعات على أكبر مجموع. وضع طارق البطاقات على الشكل التالي على هذا الشكل 31 + 24 1 + 4 = 5. أكتب 5. 3 + 2 = 5. أكتب 5. وضعت هند بطاقاتها على الشكل الموالي، والشكل الذي وضعت عليه هند البطاقات 43 + 21. 3 + 1 = 4. أكتب 4. 4 + 2 = 6. أكتب 6. إذن هند حصلت على 64، طارق حصل على 55. من الذي فاز أو فازت؟ هي هند. هند هي التي فازت، لأن 64 أكبر من 55. أضع البطاقات بشكل أفوز فيه على طارق وهند معا. إذن هنا نضعهم على هذا الشكل 41 + 32. 1 + 2 = 3. 4 + 3 = 7. العدد هو 73، أكبر من طارق ومن هند. السؤال الخامس: ألون باللون نفسه المستقيمات المتوازية. كان عندنا المستقيمات المتوازية، هي هما المستقيمات اللذان لا يلتقيان. إذن هذا المستقيم مع هذا المستقيم مع هذا المستقيم، هذه مستقيمات متوازية. أيضا هذا المستقيم مع هذا المستقيم مع هذا المستقيم، أيضا هذه مستقيمات متوازية. سادسا: je colorie de droite perpendiculaire. ألون مستقيمين متعامدين. dans chaque cas في كل حالة. et je compare avec mon camarade. وأقارن مع صديقي. إذن عندي هذا المستقيم وهذا المستقيم، هذان متعامدان. عندي هذا المستقيم أيضا وهذا المستقيم متعامد. المستقيم هذا أخضر وهذا المستقيم أيضا متعامد. أيضا هذين المستقيمين متعامد. أقارن، يعني أقارن في المثلث. نعم. السؤال السابع: سيليا أدبنسي 175 درهم وخاليد أدبنسي 39 درهم دو موين كيل. كمبيان خاليد أتيل دبنسي؟ Combien Sylvia et Khalid ont-ils dépensé ensemble? Justifie, j'utilise les représentations et je réponds. Le thème est le suivant. Canada,
بالعربية في السنة الماضية بهذا الشكل: أنفقت سيليا 175 درهم. معنى سيليا ديبونسي 175 درهم، فيما أنفق خالد مبلغا يقل ب 39 درهم عما أنفقته سيليا. هو خالد a dépensé 39 dirhams de moins qu'elle. Iden kam anfaqa Khalid? Combien Khalid a-t-il dépensé? Wa kam anfaqa Silia wa Khalid ma'an? Combien Silia et Khalid ont-ils dépensé ensemble? Ensemble, maintenant, ma'an. J'utilise, les représentations. Et je réponds. Silia a dépensé 175 dirhams. Khalid a dépensé 39 de moins. إذن نقوم بعملية طرح. خالد a dépensé combien؟ إذن غندير العملية 175 moins 39. إذن ندير العملية على هذا الشكل الآن: 5 moins 9. Donc, هذه 5 ناقص 9 لا يمكن. أضيف 10. J'ajoute une dizaine. 15. 15 moins 9 égale 6. إذن تساوي 6. أرض احتفال إلى مكاني. دونك كتولي عندي 4 هنا. 7 ناقص 4 7 موان 4 كيقال 3 اي 1 موان 0 كيقال 1. دونك لا ريبونس 136 لو نومبر لا ديفيرونس 136 جيكري 136. وعندي هنايا إذن خالد و سيليا ان ديبونسي انصامبل. إذن كم انفقوا جميعا؟ 175 بلس 136 ايغال Je fais l'addition. 175 زائد 136. 5 plus 6 égale 11. J'écris 1. Je retiens 1. Donc je retiens 1, une dizaine. 7 plus 1, 8 plus 3, 11. J'écris 1, je retiens 1. 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Le nombre 311. Et bien, on va dire 5 زائد 6 11 1 7 زائد 1 8 زائد 3 11 اكتب 1 احتفظ بواحد. 1 زائد 1 اعتبرنا 2 زائد 1 3. العدد هو 311 واكتب العدد 311. ونكون قد اتينا على نهاية الصفحة 5.
25